تعلق بهذا الكتاب اللي صدر مؤخرا واللي أحدث يعني هذه الضجة، يعني التي يعني ما كان بالإمكان يعني أن يكون الحال، خصوصا في هذا الظرف الراهن. هذا الكتاب هو عنوانه الصحراء أفول الشمولية. فيما يتعلق بمضمون هذا الكتاب، هذا الكتاب لم نتوصل به يعني ورقيا، توصلنا ببعض الصفحات عبر التطبيقات الفورية للواتساب، ويعني قرأت يعني تحديدا يعني تقريبا صفحتين، ولم أستطع يعني إتمام يعني قراءة باقي الصفحات. ويعني بعد قراءة هذه الصفحات يعني انتابني يعني حزن شديد بسبب يعني، وآسف على هذا التعبير، يعتبر يعني مضمونه إهانة للبحث العلمي حول المنطقة. وللأسف كذلك، على أن هذا الكتاب تم تقديمه في يعني مؤسسة دستورية مثل يعني كما هو الحال بالنسبة لمجلس المستشارين وفي وزارة الخارجية، وللأسف كذلك على أنه تم يعني طبع هذا الكتاب يعني من طرف يعني المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير، يعني بتعاون مع مركز يدعى معهد الدراسات الصحراوية. لماذا القيمة العلمية يعني فقيرة جدا في هذا الكتاب، إن لم تكن منعدمة بل تشوه حتى يعني هذا التاريخ المقاومة في المنطقة الذي صنعه الآباء والأجداد يعني ضد الاستعمار الإسباني، يعني وفي النهاية يعني يطل علينا رموز هذا الاستعمار بهكذا يعني كتابات يعني غثة. فيما يتعلق يعني بضعف فقر كبير في قيمة العلمية، أنه يطلق أحكام جزافية. مثلا سجلت هنا يعني بعض النقاط البسيطة، مثلا ويتحدث في حقول معرفية مختلفة يعني بأسلوب صحفي، يمزج يعني ما بين السوسيولوجيا وما بين يعني علوم سياسي وما بين التاريخ يعني بمنهجية صحفية، وهذه تضر كثيرا يعني قيمة يعني البحث. كذلك يعني مربط الفرس في هذا الذي أثار حافظة قبيلة الزرقيين، يعني هو نسب قبيلة الزرقيين إلى القبائل الأمازيغية، رغم أنه الانتماء إلى الأمازيغ أو حتى الزنوج يعني ليس عيبا، لكن العيب هو يعني أن تصدر هكذا أحكام يعني بدون أدلة وبدون إثباتات علمية. يعني هذا الشيء الحقيقة مؤسف يعني ومحزن. قبيلة الزرقيين قاومت الشمولية في نسختها الأصلية الفرنكاوية يعني في الصحراء، وإذ قاومت الاحتلال الإسباني، وأول شهيد يعني كان في مدينة العيون الذي توفي أو استشهد يعني تحت سياط التعذيب هو محمد سالم البويدة، نتيجة لدعمه لجيش التحرير، إذ كان يتوفر يعني على شاحنة كان يعني يتنقل لإمداد يعني المقاومين، فتم إلقاء القبض عليه. وقبل ذلك لما يعني راجت أخبار يعني البحث عنه، يعني نصحوه الأقارب يعني بإمكانية يعني الفرار أو شيء من هذا القبيل، لكنه رفض ذلك على اعتبار أن الساقية الحمراء أرض أبائه وأجداده، ويعني يحيا فيها ويموت فيها. وقال لهم كذلك رحمه الله: إذا ألقي علي القبض فتأكدوا بأنني يعني لن أعود، وهو ما كان، إذ استشهد تحت سياط التعذيب وهو دفين مقبرة الشهداء المتواجدة حاليا بحي كاتالونيا في العيون. نضيف كذلك الفرس رحمه الله الذي استشهد كذلك بإطلاق نار أعيرة نارية من طرف جنود إسبان، نتيجة كذلك نفس الشيء لتعاملها مع المقاومة. وبالمناسبة قبيلة الزرقيين هي قبيلة معروفة عليها الاعتماد على النفس في كسب التجارة أو في العيش
يعني بالممارسة التجارية، وكانت يعني قبيلة ميسورة، وهذا ناتج عن التراكم عن العهد السابق الذي كانت يعني القوافل التجارية، وكانت ممارسة التجارية كما قلت سابقا فيما بين يعني واد نون ويعني الأسواق التجارية قديما. يتحدث كذلك يعني عن البطونة التي تنحدر منها قيادة البوليساريو، يعني لم تعد قبلية. ما هو يعني على أي أساس اعتمدت يعني على هذا يعني هذا الحكم؟ شنو الأساس مثلا اللي يعتمد عليه؟ هل يريد مثلا أن يقول بأن البوليساريو أصبحت يعني تنظيما ديمقراطيا مثلا؟ أما فيما يتعلق يعني إضافة يعني كلمة قدحية على أساس أنها قبيلة وضعت إلى جانب قبيلة الزرقيين، وهذه الكلمة تعتبر قدحية في الثقافة الشعبية الصحراوية، يعني أريد أن أفتح قوس هنا لأقول بأنه من يريد أن يفتح ملف يعني العهد القبلي هو الخسران، وعليه أن يتحمل مسؤولية خسارته، لأنه عندما نواجه من يمس تاريخ يعني قبيلة الزرقيين يعني والله يمس من كرامتها، يعني نواجهه بالأدلة وبالحجج والبراهين الدامغة وليس بالأباطيل والأراجيف. نتساءل اليوم ويتساءل الرأي العام يعني الجهوي والمهتم، من المستفيد من تهديد السلم يعني الاجتماعي بالأقاليم الصحراوية هنا والآن؟ أعتقد كما يتساءل كذلك عن لماذا تم استهداف قبيلة يعني الإزرقيين في هذا الكتاب وفي هذا الوقت بالذات؟ هل الأمر يعني مرتبط بكون النشطاء الحقوقيين يعني الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد جلادي جبهة البوليساريو في المحاكم الإسبانية يعني وقادوا يعني نضالات مستميتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني ضد جلادي جبهة البوليساريو، وكشفوا للرأي العام الجهوي والوطني يعني هذه الجرائم الفظيعة التي ترتكب تحت مسمى النضال يعني وتحت مسمى التحرر، كونهم ينتموا يعني إلى قبيلة الزرقيين، خصوصا أن المعلومات الواردة من مخيمات تندوف تفيد بأن قيادة جبهة البوليساريو لما تأكدت يعني من مشروعها من فشل مشروعها الفاشل أصلا، يعني تريد إشعال يعني فتنة قبلية يعني في الصحراء. فيما يتعلق بهذا السؤال، قبيلة الزرقيين قبيلة معقلية عربية أصيلة تنتمي إلى آل جعفر الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أشبه الرجال به خلقا وخلقا. هذه القبيلة يعني غنية عن التعريف في الصحراء، يعني تنتمي هذه القبيلة إلى مكون تكنة المعروف كذلك في الصحراء، ومعروف في الكتابات يعني التاريخية ولدى المؤرخين يعني الذين كتبوا عن هذه المنطقة منذ زمن بعيد. تكنة تاريخيا أو أرض تكنة أو بلاد تكنة تاريخيا تمتد من تقانة وادنون إلى السرفة أو الجريفية اللي هي يعني مدينة بوجدور حاليا، هذه هي حدودها التاريخية. وتمتاز تكنة بالعمل التجاري وبتأميل القوافل التجارية التي كانت صلة وصل ما بين الشمال الغرب الإفريقي وما بين يعني العمق الإفريقي إلى حدود نهر السنغال. والقبائل المكونة لهذه الاتحادية يعني عملت على تأسيس مجموعة من المراكز الحضرية، وكل قبيلة تميزت يعني منطقة جغرافية معينة. بالنسبة لقبيلة الزرقيين استقرت يعني بمنطقة الساقية الحمراء تاريخيا،
يعني في العهد يعني في العهد القبلي قبل حتى مجيء الاستعمار المنطقة، واستقرت بمنطقة الساقية الحمراء وأسست بها مجموعة من يعني من المراكز التي أصبحت يعني مدن حضرية كما نلاحظها اليوم، وكما هو الشأن يعني بالنسبة لمدينة العيون، إذ يعلم الجميع عن أول يعني منزل بني في مدينة العيون هو منزل أميان ندور.